لأن أؤتمن عن سمعت ميمونا يقول لأن أؤتمن على بيت مال أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة. لا تبتلي نفسك بأن تقول أنا أؤمن على امرأة. كيف؟ والله زي أختك هاي يا أبو فلان، هاي زي أختك، ما في مشكلة إن شاء الله زي أختي. تعالي تعالي معي، تعالي. شو تعالي تعالي معي؟ هذا حرام يا جماعة. هاي انتوا لأنكم ما بتسافروا كثير، بس العبد الفقير بضطر أسافر. انت بتعرف ليش إلا سفر العمرة؟ احنا للأسف، وأقول للأسف، نضطر نسافر سفر عمل. بعيني هاي واحد بيسلم مرته لواحد بقول له معلش دلها بعد في إجراءات في المطار، إجراءات بيسموها بوردينج، وفيها شناتي اللي بقول لك سلمت بنتي منها من المطار وجوزها سلم في المطار الثاني. جوا المطار في إجراءات. خلينا نحكي يلي بتروح عمرة، انت مطار جدة، مطار جدة الدولة الجديد بلد، المطار بلد بلد بحاله، عشان نركب لصالة الطيران بركبونا قطار قاعدين، مترو مترو تحت الأنفاق بركبونا قطار من كثر ما هو كبير. شوف تصرفات. بس تيجي تدخل على المطار بدك تدخل اول اشي تعرف وين انت اصلا بدك تسلم الشنط، ومن وين بدك تطلع التذكرة بتاعتك اللي بسموها البوردينج. فاذا ما عندك خبرة بدك تصير تتفرج على الشاشات، والشاشات بتقلب وكبيرة، واذا مرة مش هذاك العلم بيجي واحد بيقول لها بدك مساعدة، ما هي لحالها بدك ايه مساعدة. اه والله يا اخوي بدي حدا يساعدني، وين اروح؟ انت من وين؟ بلش الكلام، وين رايحة؟ وشو معاكي؟ طب يلا انا بوديكي تعالي. بتعرفي وين تركبي؟ وين تنزلي؟ وين تروحي؟ وين تيجي؟ وين تساوي؟ اشي بخزي. واحيانا جوزها بكون معها، ما هو له حد، بعدين ممنوع يكمل معها. قول له والله لو سمحت دير بالك عليها زي اختك. تعالي اهلا وسهلا، تعال تعال زي اختك. هذا بعينينا شايفينه. لا يا شيخ تحكي شو احكيش، ما خلى رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. انت خليت فيها عوام، وبتقول لي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لأن أؤتمن على بيت مال المسلمين، ولا أن تؤمنوني على امرأة واحدة. هذا مين اللي بيحكي؟ عالم صالح عابد زاهد يتقي الله ويخشى على نفسه من فتنة النساء. فكيف تقول عن نفسك أنك الرجل الحديدي لا تتأثر بالنساء؟ أنت أول واحد بوقع وقت الجد يجرك الشيطان إلى معصية الله.